فيما يتعلق بقضية توزيع المحافظات، كان هناك اتفاق بين قيادات الإطار وتحالف نبي، وخصوصا القوائم الأمور أو المناصب التي وزعت بين المحافظات، وجرى انتظام الإطار التنسيقي في تحالف بعد الانتخابات عند دولة القانون، تحالف نبي قوى أخرى انتظمت وجرى توزيع إعادة توزيع المناصب والمحافظات، وكانت حصة بدر هي محافظة نيسان وأيضا محافظة ديوانية وديالة، تلك أمرها لدولة القانون باعتبارها ضمن الاستحقاق لدولة القانون، وهذا بدر مسلمين به يعني فيما يتعلق بموقف منظمة بدر من قضية اختيار المحافظ.